ربما ما حدث يعني نجد له تفسيرا من خلال المجلس الوطني بعد استجماع كل المعطيات. شنو الحلول اللي كاينه دابا؟ الحلول اللي كاينه هو انه يعني الامانه العامه قدمت استقالتها تحمل المسؤوليه ودعت الى مجلس وطني استثنائي ودعت الى مؤتمر وطني استثنائي. اليوم غادي نقروا في المؤتمر الاستثنائي. مطالب عوده من كيران. احنا كل واحد عنده الحق يعبر على داك الشيء. والعوده من كيران او عدم عودته هذا امر سيقر في المؤتمر. احنا تحملنا المسؤوليه السياسيه فهمتي باش احنا تحملنا المسؤوليه السياسيه من خلال الاستقاله. ولكن التفسير ديال ما حدث تفسيره من حيث المعطيات ومن حيث ما وقع فيه هذا امر نحن لا زلنا نجمع المعطيات. ودون شك انه المعطيات اللي غادي تجي اليوم ايضا لانه غادي يجوا اخوان من الاقاليم وغادي يحكيوا القصه الكامله ديال الاحداث التفصيليه. وان كان عندنا بزاف ديال الامور مثلا القضيه ديال عدم سن المحاضر هذا مساله يعني اساسيه ما نذكروش على ما وقع قبل لا سميتو قبل يوم الاقتراع. قضيه اللوائح، قضيه التشطيبات، قضيه المال. شوف الحزب لم يفهم هذه النتائج وقال بان هذه النتائج لا تعكس الخريطه السياسيه الحقيقيه. ولكن رغم ذلك احنا ماشي من النوع اللي غادي نكرميو المسؤوليه على دائما على الخارج. احنا كنحاول نقلبوا كذلك على القسط الذاتي من المسؤوليه لانه دون شك انه غتكون مسؤوليه. ما كعمر شي حاجه الظواهر السياسيه والاجتماعيه ماشي ظواهر بسيطه كتفسر بعامل واحد.